الحمد لله. حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت تحتجب، يعني تغطي وجهها وهي عجوز، فيقولون لها: أوليس قد قال الله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني القواعد من النساء، فتقول: أتم الآية، قال الله: وأن يستعففن خير لهن. سبحان الله، المرأة المؤمنة حريصة على أي أجر تستطيع أن تكسبها إضافي.